من إلينا عرق زينب صوت الأدب دائر مستتم لماذا أقول غدا ولماذا نظم لم رضيع قد غدا بدل المعيط لم رضيع قد غدا بالدماء يفطم فاستقيط من الشدى بدل الماء دمعا أظلم العمق ولا في سمان المعدوم أهيا نور الصبا لم علينا تظلم لعبا من الغبا طردتنا الأسوء هذه ليل الصبا يا أخي لا تعلم أنت يا نهج الكفا يا حسين ضيغم أن في قلب الجرى قد غدا تستحكم ويزيد في المشى بعدكم مستنعم أدرك الثأر ورى لليتامى معلم أن في قلب أنت يا نهج الكفا يا حسين ضيغم أن في قلب الجرى ويزيد الإنشام بعد كل مصطنع أدرك الثأرى لليتامى معدم علمنا حرنا علمنا حرنا يا قلوب يا قلوب يا قلوب يا قلوب أهلنا علمنا 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 جبنا بدنيا يدا فانظروا طرف باقيا رجل يبعث الحسن كيف أنت والنوم وبأتنا حرق وإذا بالدمسة وغدا فاق صريح كيف أنت والنوم لا أنصى اختباط المدى على كل موتى والذي أجردته استيقاظات بين أعلى ولا هذا من افتجاع الواعظ
وسيبقى في الشعر حينما صمت الرشد قد هوى فوق الرمى وهو عطشان أرى قطرة الماء إذ إنه شمر الألف وهو خرج الضياء شاهرا ذاك الحسام يبتغي قد الجلال شاهرا ذاك السيام يبتغي قد الجلال وتقاصد الإمام في نجاسات النعاس حتى للرأس وقال زرقا يا دموع الإسلام اللي بي بيض الجمال يا دموع الإسلام اللي بي بيض الجمال وتقاصد الإمام في نجاسات النعاس حتى للرأس وقال زرقا والمهدية يا دموع الفطرة يا دموع الفطرة أنت في فيض الجمال يا دموع